الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وعلى آله الأطهار الميامين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى ما بعد قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها المشاهدون الأعزاء، أيها المؤمنون جميعا، نواصل معكم برنامجنا الفضيلة الإسلامية بعناوين كثيرة، إن شاء الله تعالى نحاول من خلالها أن نفيد ونستفيد. عنوان هذه الحلقة العجب. هل أن العجب ممدوح شرعا؟ هل أن العجب ممدوح عقلا؟ هل أن العجب يجد له في ساحة العاقل المؤمن مكانا أم لا؟ لا يخفى على ذي لب أن الإنسان جبل في فطرته على حب الخير والسعي على تحصيله أينما كان وأينما وجده، وهذه الفطرة السليمة التي فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها يقابلها في الواقع عنوان العجب. إذا وجد الإنسان سبيلا لتحصيل الثواب أو لتحصيل رضوان الله عز وجل أو لتحصيل منفعة دنيوية تكون مقدمة لمنفعة أخروية، فهذا ممدوح، وهذا يقع في خانة الفطرة الإلهية التي فطر الله الناس عليها. لكن في المقابل، بعدما حث الإسلام على تربية هذه الفطرة في النفس وفي المجتمع الضيق وفي المجتمع الأوسع حتى يصل الأمر إلى كافة المجتمعات، ليصل المرء إلى الهدف المرجو والمنشود حتى يجاهد ويجتهد ويكد ويعمل مدى الحياة، ترى أنه ينصدم غالبا بفخاخ إبليسية نصبت له منه أو منها، من هذه الفخاخ عنوان العجب، وهو أن يرى الإنسان نفسه في مكان واقعا لا يكون فيه، كمن يرى نفسه عالما وهو ليس بعالم، كمن يرى نفسه مجتهدا وهو ليس بمجتهد، كمن يرى نفسه مرجعا وهو ليس بمرجع، كمن يرى نفسه طبيبا وهو ليس بطبيب. تأخذه العزة، فإن أخذته العزة لم يصل إلى مكان حتى يعترف بأنه مخطئ كي يعتذر. يعني بعض الناس بيجي بيغلط، يخطئ، يذنب، بيرجع بيصلح غلطه وبيمشي الحال. إن الله تعالى يغفر الذنوب، إن الله تعالى يحب التوابين، إن الله تعالى يقبل التوب. لكن المشكلة عند المعجب بنفسه، المشكلة عند مثل هؤلاء أنهم أصلا لا يرون أنفسهم أنهم مخطئون كي يصححوا أخطائهم أو كي يعتذروا، وهذه مشكلة المشاكل. العجب أيها المؤمنون في نظر الإسلام أعظم من الذنب، وقد قدمت لذلك، حيث أن المذنب يرى نفسه مذنبا فيتوب فيعتذر فيستغفر. أما مشكلة هذا المعجب بنفسه أو الذي يحمل عنوان العجب، هو أصلا لا يرى لنفسه ذنبا حتى يتوب منه، فهو مثله كمثل الجاهل المركب. يعني من كان جهله جهلا مركبا، الذي يرى نفسه عالما فلا يتعلم. وخير من هذا الجاهل المركب هو الجاهل بالجهل البسيط المعترف بجهله. قال صلى الله عليه وعلى آله: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك. العجب العجب، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله أراد أن يفيدنا فأفادنا، فقال: الذي هو أكبر من الذنب هو العجب، العجب بالنفس،
نعوذ بالله من العجب. وأيضا في حديث آخر رواه الكليني في أصول الكافي يقول: بينما موسى عليه السلام على نبينا وعلى الآل وعليه الصلاة والسلام جالس، إذ أقبل عليه إبليس لعنة الله على إبليس وعليه برنس ذو ألوان، فلما دنا منه إبليس، لما دنا إبليس من النبي موسى عليه السلام، خلع البرنس وقام إلى موسى عليه السلام فسلم عليه، فقال له موسى عليه السلام: من أنت؟ فقال: أنا إبليس. قال عليه السلام: أنت بتعجب كما يروي الراوي، فلا قرب الله دارك. قال: إنما جئت لأسلم عليك لمكانك من الله. انظروا لهذا الخبيث. فقال له موسى عليه السلام: فما هذا البرنس؟ قال إبليس لعنة الله عليه: به أختطف قلوب بني آدم. فقال له موسى عليه السلام، يعني حينما قال إبليس به أختطف قلوب بني آدم، قال موسى عليه السلام: فأخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه. يعني شو هو الذنب اللي إذا عمله الإنسان، إذا عمله ابن آدم، أنت تستحوذ عليه، تحيط به من كل الجهات؟ قال: إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر في عينه ذنبه. إذن استكثار العمل، كمن يصلي بيجي بيقول: أنا عم صلي وشو بعد بدي أعمل، أنا عم صوم وهيك الله أمرني وبزيادة، أنا عم صلي صلاة الليل وقف وهذا أمر مستحب. إذا أعجب الإنسان بعمله أيها المؤمنون سقط، لأن بداية فخ إبليس تبدأ من هنا. علينا دائما أن نشعر أنفسنا بالنقص، علينا دائما أن نتواضع لله تعالى ولخلق الله حقا لا تصنعا، علينا دائما أن نزكي أنفسنا، أن نربي أنفسنا وأن نزكيها من خلال واقع نعيشه، بأن نفكر بحقيقتنا. لو لم يأتي لطف الله تعالى إلينا أين كنا؟ لو لم ينظر الله تعالى إلينا ببركة محمد وآله الطاهرين أين أصبحنا؟ هل نحن فعلا من الذين جربوا أنفسهم في كافة الميادين فنجحوا؟ هذا سؤال برسمكم أيها المؤمنون. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. صدق الله العلي العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.